بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نبدأ تشابتر 6 سيستم موديلز، اللي هو نماذج النظام. نماذج النظام لهندسة البرمجيات. سيستم موديلز، سيستم موديلز They are a description of the various models that can be used to specify software systems. يعني الموديل أو النماذج هي وصف، تمام؟ وصف لإيش؟ للنماذج المختلفة التي يمكن أن تستخدم لتحديد نظم اللي هو البرمجيات. هي وصف، طبعا ممكن نوصفها بأكثر من شيء، وعندنا أكثر من نوع من موديل، تمام، وحناخدهم وحنشرحهم واحدة واحدة. أنواع اللي هو النماذج، ممكن تكون داتا، ممكن تكون أركيتكتشر، ممكن تكون سيمولاس، وهكذا. طيب، سيستم موديلينج ماذا نعني بنماذج اللي هو النظام؟ سيستم موديلينج بتساعدنا لتحليل وفهم الفانكشناليتي، يعني بتساعدنا على تحليل وفهم عمل النظام، فانكشناليتي اوف ذا سيستم. النماذج هي تستخدم للاتصال مع اللي هو الكاستمر اللي بنتفق. يعني انا لما بدي ادي واحد يعمل لي، يقول لي اعمل لي نظام، او يعمل لي برنامج، او يعمل لي تطبيق، انا بعمل له الموديل، شايف كيف؟ وهذا الموديل بارسمه رسمه او بديله اياه على حسب النظام او التطبيق اللي بدي اسويه، وبشوف الكاستمر، بقعد معاه بقول له هيك وهيك وهيك وهيك، تمام. يعني بتساعدنا انه احنا نفهم اللي عمله، عمل النظام، وانه بيساعدنا نعمل اتصال مع الكاستمرز. طيب، different models اللي هو النماذج المختلفة present the system from different perspectives. يعني أنا عندي أكثر من نوع من موديل، وكل نوع شايف كيف بيمثل النظام من اتجاه معين. عندنا عدة اتجاهات، عندنا external perspectives، behavioral perspectives، structural perspectives، يعني الاتجاه الخارجي والاتجاه السلوكي، البيهيفيورال والاتجاه التركيبي. ما هو الاتجاه الخارجي؟ showing the contents or the environment. يعني الاتجاه الخارجي هي سياق النظام أو البيئة بتبعت النظام. البيهيفيور أو ذا سلوكي، هنا behavioral perspective بتورجيني سلوك النظام، كيف بثبت النظام من بالنسبة لأذر للنظم الأخرى. structural من اسمها التركيبي، يعني showing the system or data architecture، يعني system architecture أو data architecture بفرجيني تركيبة النظام أو تركيبة البيانات اللي هو تبع النظام. model types، أنواع اللي هو المودلز اللي عندي. عندي داتا بروسيسنج موديل، كومبوزيشن موديل، اركيتكتشرال موديل، كلاسيفيكيشن موديل، ستيمولس او ريسبونس موديل. داتا بروسيسنج، معالجة البيانات موديل، شوينج هاو ذا داتا از بروسيسد ات ديفرنت ستيتس، بفرجيني كيف البيانات اتعالجت ب الستيجز المختلفة، المراحل المختلفة. كومبوزيشن موديل التركيبية، بيورجيني كيف الوحدات الـ entities مكونة من وحدات أخرى. هذا الـ composition.
اركيتكتشر المعماريه بيورجيني برنسبل سب سيستم، يعني اللي هو السب سيستم النظام اللي هو النظام الفرعي الرئيسي، الانظمه الفرعيه الرئيسيه. خلينا نقول classification تصنيف showing how entities have common characteristics، يعني ال classification اللي هو التصنيف بيورجيني كيف الوحدات تبعت النظام او الاجزاء تبعت النظام، و اللي هي ال characteristics المواصفات اللي هي العامة لهذه الوحدات، stimulus الحافز والمثير والمنبه لا والاستجابة، يعني موديل الاستجابة بيورجيني how the systems react to events، يعني كيف اللي هو هذا الموديل أو كيف النظام بيتحرك أو بيستجيب أو كيف ردة فعله للأحداث. هاي عنا يبقى كم موديل؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة موديل كل واحدة تختلف على الثانية. كونتنت موديل هنا بنسميها اللي هي نمذج السياق، كونتنت موديل ار يوز تو الستريت ذا اوبريشنال كونتنت اوف ذا سيستم، كيف بيكون سياق الشغل تبع النظام. They show what outside the system boundaries، بيفرجينا كمان لبرا مش بس السيستم، لا لبرا شوية من السيستم الخارجي. طيب social and organizational concerns may affect the decision on where to position system boundaries، يعني حدود النظام وين بدنا نحط حدود النظام هنا. social concerns وال organizational concerns المجتمعية والمؤسساتية بتأثر على القرار انه وين بدنا، وين النظام بوقف، وين ببدا وين بوقف، اصلا مش بس بوقف، وين ببدا وين بوقف حدوده. طيب architecture and models النماذج المعماريه بتورجينا the system and its relationship with other systems، اوكي يعني النماذج المعمارية بتفرجينا النظام وعلاقته مع الأنظمة الأخرى، مش بس النظام لا علاقته مع الأنظمة الأخرى. طيب تعالوا نشوف كنت سياق اللي هو الـ ATM system. ايش الـ ATM system؟ الـ auto teller machine، الـ auto teller machine اللي هو ايش تبع الصراف، صراف الآلي اوتو تيلر سيستم. هنا في عندنا سيكيورتي سيستم، تمام، انا علاقته، احنا قلنا علاقته مع النظم الاخرى، هاي اكونت داتابيس قاعده البيانات بتبعت الحساب، يوزج داتابيس قاعده البيانات تبعت اللي هو المستخدم، مينتننس سيستم نظام اللي هو صيانه، برانش كاونتر سيستم اللي هو نظام تبعت اللي هو الفرع تبعه، برانش اكاونتنج سيستم نظام الفرع تبع المحاسبه تبع اللي هو الفرع. وهذه كلها لها علاقه بالاوتو تيلر ماشين اللي هو الصراف، وين بكون، وين موجود، وايش علاقته مع الانظمه الاخرى. طيب انا بدي اخذ هالوقت البروسيس مودلز، بروسيس مودلز تمام. احنا قلنا النماذج العمليه بروسيس مودلز شو ذا اوفر اول بروسيس، يفرجيني العمليه الكليه تمام، اند بروسيسز ذات ار سبورتد باي ذا سيستم، والعمليات الاخرى اللي هي مدعمه او مدعومه بهذا النظام. طبعا في عندنا اللي هو الداتا فلو موديل، ميبي يوز المستخدم هنا النماذج لتدفق البيانات، نستخدمها عشان توردينا العمليات، بتوردينا كمان
فلو اوف انفورميشن اللي هو تدفق اللي هو معلومات من عملية إلى عملية أخرى برضه. طيب أنا عندي هنا نموذج لبروسيس موديل، تمام، اللي هو تدفق العمليات. هنا equipment recruitment process، عملية استحضار وجلب اللي هو equipment أو ماشين يعني. في أنا عندي حياة تمشي specify equipment required، إيش هو الماكينة اللي أنا بدي إياها. equipment specification validate specification، تمام. supplier database find supplier supplier list get cost estimates choose supplier، تمام. place supplier order accept delivery equipment، تمام. take delivery item install equipment accept delivery equipment database. كل هذه تدفق العمليات من شغلة لشغلة 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 لما أصل أنا وأحصل على الإكويبمنت اللي بدي إياه، تمام. طيب ناخد behavioral models اللي هي النماذج السلوكية. النماذج السلوكية هنا تستخدم لوصف كيف سلوك النظام ككل يعني. هنا نوعين من النماذج السلوكية، أول نوع اللي هو بنسميه داتا بروسيسنج، والنوع الثاني ستيت ماشين. ستيت ماشين في عملية الداتا أو في الموديل تبعت الداتا بروسيسنج اللي هي معالجة اللي هو البيانات، شو هاو داتا از بروسيس، بتفرجينا كيف البيانات اتعالجت وهي بتمشي خلال النظام. يعني أنا بتفرجينا البيانات او الداتا كيف بنعالجها لما تمشي من خلال النظام. ستيت ماشين مودلز اللي هو نماذج اللي هو حاله اللي هو الاله، بتفرجينا السيستم ريسبونس تو ايفنتس، يعني بتفرجيني كيف اللي هو استجابه النظام او الانظمه للحوادث او الحدث اللي بصير جوا. هنا هذا الموديل show different perspectives، بتورجينا اتجاهات مختلفة. so both of them are required to describe the system behavior، يعني أنا لازم في requirement process أو requirement اللي حكينا عنها في المحاضرة الماضية، لازم أحط ال data process models وال state machine models عشان أعرف كيف اللي هو النظام بيتحرك من جزء لجزء أو من مكان لآخر. This model different perspective so both of them require to describe the system behavior، عشان سلوك النظام أفهمه منيح. طيب data processing model، data processing model اللي حكيت عنها هنا، تمام. data processing model أنا بدي أحكي عنها data processing model أو data flow diagram، شايفين كيف؟ يعني رسمة اللي هو تدفق البيانات. data flow diagram may be used to model the system data processing، اللي هو بنستخدم data flow diagram. these show the processing steps as data flow through the system، بستخدم يعني بتفرجينا خطوات المعالجة لما البيانات تتدفق خلال النظام. They are interesting intrinsic part of many analysis methods، يعني data flow diagram هي جوهرية وحقيقية، كيف جزء حقيقي من many analysis methods، طرق اللي هو التحليل. simple بسيطة هي، كيف وبديهية. notation that customers can understand، يعني الداتا فلو دياجرام هي رسمة بسيطة كل واحد ممكن يفهمها.
تو اند تو اند بروسيسنج موديل، من البدايه للنهايه، يعني من البدايه للنهايه اند تو اند، يعني من بيجيننج تو اند بروسيسنج، من البدايه حتى النهايه. طيب انا عندي رسمه بسيطه جدا، اوردر بروسيسنج داتا فلو، تمام. الاوردر كيف بدي اجيب الاوردر؟ داتا فلو دايجرام، اوردر ديتيلز بانك اوردر فور، بانك اوردر فور، اوردر ديتيل، بنجيب الاوردر فورم، كومبليت اوردر فورم، فاليديت الاوردر، ريكورد اوردر، اوردر فايل، سنت تو سبلاير، ادست افيلبل بادجت، بادجت فايل بنروح عليه، انا تشيك ام اند اوردر بلس اوردر نوتيفيكيشن. يعني هنا بتحس تدفق البيانات من جزء لجزء لما اللي هو ناخذ النتيجه النهائيه، تمام. طيب داتا فلو دايجرام، داتا فلو دايجرام رسمات موديل ذا سيستم فروم فانكشنال برسبكتيف، من اتجاه عملي، كيف بيشتغل. Tracking and documenting how the data associated with the process is helpful to develop an overall understanding of the system. يعني tracking، يعني احنا لما بدنا نشوف كيف البيانات بتمشي من خلال النظام وكتابتها، تمام. How the data associated with the process، يعني كيف البيانات المتعلقة بعملية is helpful، يساعد عشان نطور كل overall understanding of the system، تطويره وفهم النظام ككل. Data flow diagram may also be used to show the data exchange، تبادل البيانات بين اللي هو السيستم والاذر سيستم، يعني مش بس في السيستم لحاله، يعني كسيستم لحاله، لا، مع سيستمز تمين، مع أنظمة ثانية والبيئة اللي بيشتغل عليها، داتا اكستشينج بين النظام والنظم الأخرى، تمام. هذه داتا فلو دايجرام ايش بتفرجينا. شوفوا هنا داتا فلو دايجرام لإنسولين بام، هذول اللي بياخذوا الأنسولين للناس اللي عندهم سكر، تمام. هاي البلاد، بلاد شوجر سنسور، بلاد شوجر أناليسيز، انسولين ريكويرمنت كومبيوتيشن، انسولين ديليفري كنترولر، انسولين بامب، وبتحط الانسولين بالداخل. يعني هنا اول شيء انا بعمل تيست في السكر في الدم، وبعمل له تحليل وبشوف قديش الليفل، قديش المستوى تبعته، قديش بدي انا انسولين، قديش بدي اديله انسولين، نص سنتي، 1 سنتي، 2 سنتي. هنا delivery controller المتحكم به الانسولين، وهنا البمب، بشغل البمب اللي هو اللي بتضخ اللي هو الانسولين ل اللي بحتاجه قدام، تمام. طيب ناخد اللي هو state machine model، هو الجزء الثاني من اللي هو نموذج حالة الآلة، نموذج المودلز، النماذج لحالة الآلة. These models the behavior of the system، برضو سلوك النظام، الريسبونس، الاستجابة ل internal و external events، لحوادث داخلية وخارجية. يعني ايش نشاطه وكيف سلوكه النظام لاستجابة للحوادث الداخلية والخارجية. طيب they show the system responses to stimuli so they are often used modeling real time system. يعني أنا هذا بتفرجي إثارة الحوافز للنظام، عشان هيك إحنا بنستخدمها للريل تايم، الوقت الحقيقي، لأنظمة الوقت الحقيقي.
State machine models show the system state as nodes and events are as arcs between these nodes. يعني أنا باخد اللي هو الـ states اللي هي الـ nodes. هالوقت بنفرجيكو الخريطة بتبعته أو الرسمة بتبعته. يعني state machine model بتورجينا الـ system states، حالة اللي هو النظام كنود اللي هي دوائر، والحوادث بتبعته أرض يعني توصيلات بين هذه الدوائر. When an event occurs the system moves from one state to another، لما to another يعني لما أنا بدي حادثة بتحدث النظام بتحرك من حالة إلى حالة أخرى. طيب state charts are in integral part of UML unified modeling language and are used to present state machine modeling. طيب يعني هذه جزء state chart هي جزء أساسي من unified modeling language. State charts allow the decomposition of the model into sub models. تمام السلايد الجاي هي موجودة. A brief description of the actions هي جزء حالة بسيطة. A brief description وصف موجز وصف موجز من actions الأحداث is included following the do in each state. إيش اللي بتصير following the do؟ كل حالة وراها do يعني أعمل. Can be complemented by table describing the states. يعني ممكن احنا نحطها كمان، نحط كمان التابل الجداول، وهذا الجداول بتوصف اللي هو الستيتس الحالات الموجودة عندنا. تمام. طيب في عندي انا رسمة هنا تبعت اللي هو المايكرويف الحالة تبعته. مايكرويف اوفن موديل. تمام ايوه ويتنج. نشوف هنا فول باور وهنا هاف باور. طيب ويتنج ديسبلاي تايم لو عندنا المايكرويف اوفن يعني هنا اللي هو المايكرويف اللي عندنا هنا بكون فول باور وهنا هاف باور. سيت تايم قديش احنا بنحط الوقت. بعدين انيبل ديس ايبل انيبل ستارت بدا اوبريتنج اوبريت اوبن. تمام وهنا بيشتغل كانسل دور اوبن اذا مفتوح بقول لك هنا ويتنج ما بيشتغلش اللي هو الباب مفتوح لا لازم هنا ديسبلاي تايم. تمام اللي هذا المايكرويف اوبن اوبريشن. تمام الشغل هنا checking check status alarm display cook انا بيشتغل لما يخلص بيعمل باز هنا waiting عم بستنى باز هنا operation door open disable. تمام هذا اللي هو المايكرويف اللي هو اللي عندنا الاوبن الغاز تبع اللي هو المايكرويف او الفرن اللي هو مثل على المايكرويف فرن المايكرويف اللي عندنا موجود في البيت. تمام خلص المحاضرة هذه على هيك، وان شاء الله نلتقيكم بمحاضرة اخرى عشان ناخذ السيمانتيك داتا موديلز. والآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.